السنة هذا المرحلة الماضية. طيب حكينا احنا المرة الماضية عن حكينا عن الانسانية والانزايتي والانسانية. قلنا عن الانزايتي feeling of tension, feeling of anxious, feeling of insecurity بالنسبة للانزايتي. طبعا كل واحد في الحياة اليومية بمر بحالة من الانزايتي, طبعا ما تتطلب شيء, لكن لو تطورت الحالة هذه وصار في عندي تأثير على الحياة اليومية تبعتها الروتينية, ساعتها ممكن تأخر على الجيل. الأدوية اللي نستخدمها في العلاج نسميها سيجاتيف أند هيبنوتكس, نضعها مكزيوليتيك أند هيبنوتكس. هما المجموعتين عبارة عن نفس الدواء, لكن الفرق عندي في الجرعات. الجرعات قليلة, الدواء هذا ممكن نستخدم كمكزيوليتيك أو سيجاتيف, بجرعات عالية ممكن نستخدم كهيبنوتيك. طبعا بشكل عام الأدوية هذه بتشتغل على زيادة المفعول تبعت النمو تبعت النواقل العصبية المخضطة. من عملية السيديشن هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن زيادة تخبيط للسنترال نيرفس سيستم. إذا بشتغل بشكل أساسي عن طريق ايش؟ زيادة النواقل العصبية اللي بنلاقيها مخبطة للسنترال نيرفس سيستم. أخذنا أول مجموعة البنزودايزابينز تعرفنا عليها وايش الاستخدامات تبعتها, تمام؟ من هذه المجموعة تعتبر أكثر أماناً واستبدلت الباربيتوريت بشكل أساسي. ليش؟ لأنه فيش في عندي لو دوز ريسبونس لينير دوز ريسبونس, يعني التأثير تبعها تقريبا بنلاقيه بيوقف عند اللي هو الهيبنوسيس, ما بيستمرش للانستيزيا كما البث. الشغله الثانيه انه فيش في عندي لو ريسبيراتوري ديبريشن, ما فيش في عندي لو عمليه التوكسيسيتي. طيب توقفنا عند الفارماكوفينتكس. طبعا الادويه هذه لما بدها تاثر داخل السنترال نيرفس سيستم يعني لازم يكون لها القدره على عبور البلاد برين بارير, وبالتالي اي ماده تعبر البلاد برين بارير لازم تكون دهنيه. يعني البنزودايزابينز, الباربيتوريت, الجنرال انستاتيك جازز, الانتي ديبريسنت, الانتسايكوتيك, كل هذه الادويه اللي بتشتغل في السنترال نيرفس سيستم لازم تكون لها نوع من المواصفات الدهنيه عشان تقدر تختلط وتعبر البلد برين بارير. طبعا ما بيقتصر فقط انه هو عبورها بس على البلد برين بارير, لا بتعبر البلد برين بارير, بتعبر البلاسنتر, ممكن تدخل بالفيتوس, ممكن تدخل برضه على السنترال نيرفس سيستم تبع الجنين, وبتعمل هناك سنترال نيرفس سيستم ديبريشن. اذا بتتذكر قلنا المره الماضيه بتنقسم حسب هو الديوريشن اوف اكشن. الديوريشن اوف اكشن هذا بستفيد منه من تحديد الاستخدام الثيرابيوتيك يوز او انديكيشن, وتحديد ايش اللي هو السايد افكت او الاثار الجانبيه تبعها. بمعنى انه الادويه كل ما طال فتره مفعولها كل ما انا استخدمتها في علاج على سبيل المثال الابيليبسي. شغلة تانية اللي بتطول فترة مفعوله بنلاقي تاني يوم في له ما يسمى هانجوفر. شنو هانجوفر؟ دائما بنعوز تنهار. الدواء كل ما قصر مفعوله بنلاقي بستخدمه كمحفز للنوم, تمام؟ سليب انديوسر مش سستينر, لكن المشكلة انه بصحى تاني يوم هو ايش؟ في عنده انكزايتي او منرفز شوي. الادوية هذه البنزودايزابينز بتنقسم اللونج اكتف مفعول اللي بتاخذ لثلاث ايام, وعلى الرأس الدايزبام لو احنا كده للاسف الانترميديت اكشن من 10 ل 20 ساعه, وفي عندي اللي هو الالبرازولام او النورازيبام النوروكين موجود. الشورت اكتنج هاند من 3 ل 8 ساعات, ومن اشهر الادويه الاوكسازيبام او الترايازولام. خدوا بالكم التقسيمه هذه مش ثابته لكل سيجاتيف هيبنوتكس, يعني هان عندي اللونج اكتنج 3 ايام الباربيتوريت يومين, الشورت اكتنج هاند 20 ساعه هناك 8 ساعات, ماشي؟ أنا في عندي الشورت أكتنج 8 ساعات هناك, في عندي تقريبا ساعتين, في عندي الترا شورت أكتنج 20 دقيقة. يعني التقسيم هذه مش ثابتة بعدد الأيام والساعات فقط, بنلاقيها بتختلف من مجموعة إلى مجموعة أخرى زي ما حنشوف كمان شوية. يعني مقارنة بالباربيتوريت هناك في لونج أكتنج مظبوط, وفي عندي انترميديت, في عندي شورت, في عندي الترا شورت, لكن مش لونج أكتنج هنا 3 أيام هناك 3 أيام. اختلاف اللي هو في الفتره تبعتها, ماشي؟ الشورت هان عندي زمن ساعات هناك ساعتين, لكن بشكل عام المسميات موجوده, لكن الفتره الزمنيه بتختلف ما بين المجموعه والمجموعه. طيب البنزودايزابينز لما بتعمل شغله مهمه الديبندنس. ايش يعني الديبندنس؟ يعتمد على الشغله هذه, يعتمد على الشغله. هم الديبندنس ينقسم الى سايكولوجيكال اند فيزيكال. سايكولوجيكال انا مرتبط نفسيا مع الماده هذه,
هذه الماده هذه لو فقدت او فقدت مني ليش بصير في عالم سكر كرافنز اشياء كرافنز ببحث عن الشيء دراج سيكينج بيهيفير بدون ظهور اعراض انسحاب لكن الفيزيكال ديبندنس بصير في عنا عند الانقطاع عن الدواء او انخفاض تركيز الدواء من الجسم اعراض انسحاب اعراض الانسحاب هذه هي اعراض تعاكس تماما مفعول الدواء اعراض تعاكس تماما مفعول الدواء لو اجتمع عندي الفيزيكال ديبندنس والسيكولوجي ديبندنس مع بعض حاله بنسميها الادكشن او الادمان. طيب البنزوديازابينز ممكن بعد الاستخدام المطول تبعها يصير في عنده شخص ديبندنس عشان هيك قلنا احنا يفترض ان هاي الادويه استخدمها مش فتره اكثر من اسبوعين يفترض انه استخدمها بشكل انترميتنت متقطع بين حين الى اخر. الانقطاع المفاجئ عن الادويه هاي بيعطيني المتدرول سيمبتومز من اهمها واشهرها بصير في عند الشخص انكزايتي ريستلسنس يعني متهيج معصب متوتر انسومنيا ارق ما بيقدرش ينام تنشن توتر ممكن الادويه هذه في احيان نادره يصير في عند الشخص سيجرز سيجرز ايش يعني سيجرز تشنج نوبات من التشنج كل الادويه اللي باخذها كمثبطه للسنترال نيرفس سيستم لو انقطعت عنها فجاه عايز يكون عندي سيرو سيجرز ترامادول على سبيل المثال الناس المدمنه بتاخذه فتره زمنيه طويله وبطل فجاه ممكن يصير في عنده تشنج هذا بنسميها ناركو ايبيليبسي ناركو من ناركوتيك ايبيليبسي صح وحنقعد في شغله ثانيه وناخذ اللي هو التجريتول والشغلات هذه تبعت الصرع عشان يعالج المشكله الموجوده عندنا. الان بشكل عام في عندي الاعراض والسايد افكت بتعتمد بشكل اساسي على الديوريشن. يعني لو قلنا الفلورازيبان اللي هو ثلاث ايام في الجسم يستمر مفعوله حتى بعد ما وقف عن الدواء. معناته انه الوثيدرول سيمبتومز تبعته حتكون ايش؟ اقل ما يمكن. ماشي؟ لكن ايش؟ مشكلته انك طول ما انت ماخذه وانت حاسس في عندك اللي هو نعم صح هو سليبس. بالمقابل الترايزولام احنا قلنا قبل شويه انه 8 ساعات الدوريشن اوف اكشن تمام؟ اول ما تنقطع عنه تظهر اعراض الانسحاب حاده جدا. لكن ما بيعملش عندك اللي هو ايش؟ هانج اوفر. نرجع زي ما قلنا المره الماضيه انه الدوريشن اوف اكشن تبعتي هي اللي بتحدد السايد افكت وهي اللي بتحدد الاستخدام. كل ما طال الدوريشن اوف اكشن تبعتي بيكونش في عندي الوثيدرول سيمبتومز لكن بيكون في عندي ما يسمى ريزيديوال سليبنس. ليش؟ بيكون في عندي شويه نعوسه خلال النهار. لكن كل ما قصرت الهاف لايف تبعته يعني الدوريشن اوف اكشن اول ما تنقطع يصير في عندك اعراض انسحاب حاده. تمام؟ لانه على طول بيخلص من الدم. من الادفس افكت تبعت البنزوديازابينز دراوزنس دراوزنس وكونفيوجن وخاصه كل ما طالت الدوريشن اوف اكشن ممكن يصير في عند الشخص اتاكسيا. ايش المقصود بالاتاكسيا؟ ما يكونش عندهم اتزان في الحركه. يعني مش بقول بالضبط في عندنا بعض الاكتيفيتيز اللي بتتطلب فاين موتور كوردينيشن فاين موتور كوردينيشن يعني بيكون في عندك اللي هو ايش؟ يعني تناسق يعني عالي ما بين الحركات في جسم الانسان. زي ما قال اللي هو قياس سياق السياره بتسوي سياره كوردينيشن ما بين ايش وايش؟ ما بين ايديك وما بين رجليك وما بين عينيك وما بين السمع هذا كله كوردينيشن. لما بتاخذ البنزوديازابينز الكوردينيشن هذا ما بيفقد. وبالتالي لا ينصح انه الشخص اللي بده ياخذ البنزوديازابينز وخاصه لو كانت لونج ديوريشن انه ثاني يوم يسوق سياره او على سبيل المثال يشتغل على اعمال خطره زي المنجره زي المحضر مش حيكون في عنده اللي هو التركيز السلبي. شغله ثانيه كوجنيتيف امبيرمنت ضعف ادراكي كوجنيتيف امبيرمنت المهارات الادراكيه هذه نوعا ما تفقد زي ايش؟ تتذكروا احنا قلنا بالبنزوديازابين المحاضره الماضيه انه اللي بياخذها يبطل يجمع يعني بطل يجمع يصير في عنده انتيروجريد امنيجيا يعني الاحتفال بالذاكره ماشي طول ما باخذ الدواء بيقل وبالتالي بيصير في عنده انخفاض في الاحتفاظ بالذاكره ريكول او التذكر مش القديم اللي صار اثناء فتره تناول الدواء هذا بيقل. والشغله الثانيه اي معلومه او مهاره او معرفه اكتسبها اثناء فتره تناول الدواء هاي بتروح منه يعني لما تاخذ بنزوديازابين وتذاكر راحت عليك. وبالتالي اي معرفه او معلومه ما
مش هتثبت طول فترة تناول البنزو دايزاكينز. طبعا دائما خذوها قاعدة، ممنوع الجمع ما بين دوائين بسطر السنترال للمصاص، ساعتها حصل على تأثير مضاعف. البنزو دايزاكينز بنروح تتاخذ مع كحول، البنزو دايزاكينز بنروح تتاخذ مع باربيتوريت. ليش؟ لأن التأثير تبع الدبريشن حيكون مضاعف، ممكن أنت ساعتها تدخل في كوما أندر. إذن دائما إنه you should not combine benzodiazepine with any other central nervous system depressant، لأنه حيصير عندنا تأثير مضاعف ممكن ندخل ساعتها في كوما أندر. فرضنا إن واحد أخذ جرعة زيادة من البنزوديازابين، في عندي أنتيدوت، في عندي أنتيدوت. أنتيدوت هل عندنا نسميه فلومازينيل. قلنا إن البنزودايزابين بتشتغل عن طريق الارتباط بجابا ريسبتور بتزيد القوة الأوبن تايم. الفلومازينيل جابا أنتاغونيست، إيش يعني بيسوي؟ بيجي بسكر جابا على طول. فبالتالي البنزودايزابين له القدرة إنه يعمل عملية ريفيرسال عكس لتأثيرات البنزودايزابين فوريا. يعني احنا قلنا التأثير تنجع البنزودايزابينز، فتح الجابا ريسبتور، زيادة كمية الكلورايد اللي جوا. لما سكر البنزودايزابين ريسبتور أو الجابا ريسبتور فيش كلورايد جوا، على طول حيرجع اللي هو التأثير بشكل معاكس. الفلومازينين هو يعتبر الانتيدوت للبنزودايزابين أو الانتاغونست تبعها. مين عطاش غير اي في؟ لما اعطيه اي في بلاحظ انه المفعول تبعه سريع، لكن مشكلته الهاف لايف تبعته ساعة واحدة. لما بدي استخدمه مع اللونج ديوريشن ساعتها لازم يكون في عندي اي في انفيوجن، اي في انفيوجن او بجرعات متكرره. ليش؟ عشان اتغلب على اللي هو الادويه البنزودايزابينز طويله المفعول في الجسم. طبعا لما نقول واحد مدمن على البنزودايزابينز صار في عنده اوفر دوز، لما تعطي انت الفلومازينيل هيسكر المستقبل تبعه، معناته انت دخلته في withdrawal symptoms بصورة سريعة. تمام؟ لو البنزودايزابينز قلنا احنا بتستخدم للتحكم في السيجرز، فاكرين؟ مش احنا قلنا في عنا كروس تولرنس ما بين الكحول وبين البنزودايزابينز، بستخدمها لعلاج اللي هو withdrawal symptoms. اذا استخدمت البنزودايزابينز لعلاج withdrawal symptoms او علاج اللي هو السيجر تبعت الكحول وصار في عندك اوفر دوز، اعطيت الفلومازينين ممكن يصير في عنده سيجر، لأنك أنت بتعمل بريسيبيتيشن للوثدرور سيمتومز. ها لما أعطي الفلومازينين أسكر المستقبل، معناته إنه إيش صار؟ في عندي انسحاب سريع جدا للدواء من الجسم. إذا الدواء هذا مستخدم لعلاج السيجرز هترجع السيجرز تصير كمان من ضمن الأدفيس إفكت اللي هي نوعا ما بيصير في عند الشخص لو أجيتيشن تهيج شوية اللي هو فوميتنج نوزي أند سم تايب أوف ديزنس. هاي المجموعة الأولى اللي حسميناها أنكزيوليتكس. قلنا إذا تتذكروا في عند البنزوديازابينز أنكزيوليتك، نون بنزوديازابينز أو أذرز، باربيتوريت هيبنوتيك، تمام، نون باربيتوريت أو أذر هيبنوتيك دراجز. إيش الأدوية الأخرى اللي ممكن تستخدم كأدوية مضادة للتوتر أو الأنكزيوليتكس غير البنزوديازابينز اللي إحنا شفناها قبل شوي؟ أنتي ديبريسنز، مضادات الاكتئاب. طبعا مش كلها، في منها بعض الأنواع ممكن برضو تستخدم ك طبعا بعض الأنتي ديبريسنت ممكن استخدمه في علاج الكرونيك انكزايتي ديسوردرز. كرونيك مش حالات اللي هو التوتر البسيط، الكرونيك واحد في عنده على سبيل المثال او سي دي، فاكرينه اوبسيسيف كومبالسيف اللي هو الوسواس القهري، واحد عنده اللي هو جنرالايز انكزايتي، واحد عنده فوبيا، واحد في عنده على سبيل المثال بوست تروماتيك ستريس سندروم. ممكن استخدم الانتي ديبريسن فور كرونيك تريتمنت، وبالذات لان كرونيك انكزايتي تعتبر الانتي ديبريسن الفيرست لاين. ليش الفيرست لاين؟ لانه ما بيصيرش عندي لا ديبندنس، تمام، ولا بيصير في عندنا ادكشن. وبالتالي الشخص اللي في عنده كرونيك انكزايتي تعتبر هاي الادويه تبعته فيرست لاين انتي ديبريسن، خاصه لو كان خايف انه يصير في عنده ديبندنس او ادكشن على البنزودايزابينز. اشهر مجموعتين اللي بيستخدموا في الانكزايتي ديسوردرز من الانتي ديبريسنت SSRIs سيلكتيف سيروتونين ري اوبتيك انهبيتورز، زي في عندنا هو الباروكسيتين او الاسيتالوبرام، هنشوف المحاضره الثانيه في الانتي ديبريسنت،
او في عندي مجموعه ثانيه اسمها السيروتونين نور ادرينالين ري ابتيك انهبيتور زي اللي هو الدوكسيتين او فينلافاكسين. طبعا دول عباره عن ايش؟ انواع من الادويه المضاده للاكتئاب هنشوفها المحاضره. طيب دائما افضل نظام لا تناول انتي ديبريسنت كماده مهدئه للانكزايتي بتصير عندي كالتالي: باخذ البنزوديازيبين لانه بيعطيني مفعول سريع، وباخذ معاه السلكتد انتي ديبريسنت. تمام؟ لو فرضنا انه هذا الاحمر لورازيبام اللي هو بنزوديازيبين بيعطيني المفعول تبعي بصوره سريعه جدا. تمام؟ الان الانتي ديبريسنت تقريبا بيبدا المفعول تبعها بوصل للماكسيموم افكت من اسبوعين لاربعه، لكن ببدا الاثنين مع بعض. البنزوديازابينز بيعطيني مفعول سريع وبقلل من التوتر، بعد اسبوعين لاربع اسابيع لما احصل على المفعول تبع الانتي ديبريسنت ايش بسوي البنزوديازابين؟ ببدا ايش اتوقف مباشره اللي بعمل الجرادوال والتكريم هي تابعين، بخفف الجرعه شوي شوي وساعتها بنستمر على الانتي ديبريسنت فور از لونج از تريتمنت شود بي. اذا الاثنين بتاخذ مع بعض هذا افضل نظام للعلاج، ممكن تاخذ لحاله لكن افضل شيء ناخذ الاثنين مع بعض، وبعد ما يستقر المفعول تبع الانتي ديبريسنت من اسبوعين لاربع اسابيع بنبدا نقلل بشكل تدريجي الجرعه تبعت البنزوديازبين لحد ما تنتهي. طبعا الانتي ديبريسنت زي ما قلنا فيش لها ديبندنس، فيش لها ادكشن، وبالتالي الشخص ما بيكونش في عنده وسدرول سيمتوم بشكل اساسي منها. انذر دراج غير الانتي ديبريسنت بنسميه بايو سبيرون. نفس الفكره بيستخدم الكرونيك تريتمنت اوف جنرالايزد انكزايتي ديسوردر. طبعا لما نقول فور كرونيك تريتمنت معناته هو والانتي ديبريسنت ما بينفعوش فور از نيدد تريتمنت. فاكرين المره الماضيه احنا قلنا والله ما بعرف حاسس حاله هيك تنشن وتوتر، بدك حبه اللي هو اسيفال او لوراكير او لورازيبام وخف هادي شوي بصير، لكن الادويه هذه ما بينفعش، لازم انا استخدمها بشكل دوري لعلاج الكرونيك انكزايتي ديسوردرز، لكن از نيدد ما بظبطش معنا الاستخدام بشكل اساسي. ليش؟ يعني مش تشتغل على القلب، تشتغل على الدوبامين والسيروتونين. ايش الدوبامين والسيروتونين؟ النواقل تبعت المود والمزاج، مش معناته انت خذ زودت السيروتونين المصدر، لا هذه الشغله تراكميه. تمام؟ اذا بتشتغل عن طريق الدوبامين والسيروتونين ريسبتورز، وهي الشغله بحصل على المفعول من خلالها بشكل تراكمي وليس بشكل فوري. ما بتعمل سيديشن، ما لهاش اي تاثير على اللي هو المسكل سترينز، احنا قلنا ممكن بنزوديازابين تستخدم كمصل ريلاكسنت. هي ما لهاش علاقه ب اللي هو المسل اكتيفيتي، ما بتعملش ديبندنس، وبالتالي الاثار الجانبيه تبعتها جنرالي بنلاقيها اقل او اخف من البنزوديازابين. يعني بنقول ان البايوسبيرون مع الانتي ديبريسنت ممكن يفضل استخدامه للكرونيك تريتمنت. طب ليش بدي ارجع ما دام الادويه هذه افضل عندي من البنزوديازابين؟ ليش برجع للبنزوديازابين؟ بنرجع زي ما قلنا اللي هو فور تريتمنت اوف شورت كيسز اوف انكزايتي. بس في الحالات اللي هو الحاده والاستخدام تبعها بيكون للعلاج قصير الامد، لكن طويل الامد لازم نستخدم انتي ديبريسنت او البايوسبيرون. لو بدي اقارن على سبيل المثال ما بين الالبرازولام اللي هو بنزوديازابين مع البايوسبيرون من ناحيه السايد افكتس، نلاحظ انه التاثير على كونسنتريشن او دراوزنس او فتيج البايوسبيرون اقل بشكل كبير من الالبرازولام. اذا السايد افكت تبعته على السنترال نيرفس سيستم اللي هو السليبنس سيديشن دراوزنس اللي بيشعر فيها الشخص لما ياخذ البنزوديازابين، كلها ثاني يوم بيصحى نعسان تعبان مكسر، هاي البايوسبيرون تاثيراته اقل بكثير من البنزوديازابين. لكن التاثيرات الاخرى نوزيا هيديك اند ديزنس بنلاقي البايوسبيرون اعلى من البنزوديازابين. اذا في عندي اللي هو تاثيرات خارجيه في الجسم، في عندي صداع، في عندي شويه دوره، في عندي نوزيا فوميتنج، هذه بنلاقيها ايش؟ اعلى. لكن التاثيرات على المنتل فانكشن هاي بنلاقيها اقل بكثير من البنزوديازابين. إذا هذول المجموعتين سميناهم أنتي أنكزايتي دراجز أو أنكزيوليتي دراجز. ندخل في المجموعة الثالثة اللي بنسميها هيبنوتيك دراجز، أدوية المنبهة.
أشهر مجموعة عندي وأقدم بالاستخدام الباربيتوريت. الباربيتوريت أشهر واحد عندنا فيهم اللي هو الفينو باربيتر أبوه فينو باربيتر سوديوم أو بنسميه الفينو باربيتون أو اسم تجاري تبعه لومينال. لومينال لومينال فيه الثيوبيتال فيه السيكوباربيتال وفيه الأموباربيتال كلهم من مجموعة الباربيتوريت. الفينو باربيتر سوديوم في منه اللي هو التابت وفي منه بارسد انجكشن. طبعا هاي تعتبر سيدتيفز مهدئات ونادرات. نادر الناس راح يستخدم بيه الان تم استبدالها بشكل كبير بالبنزودايزابين. ليش؟ اول شغله هاي بتعمل توليرانس اند فيزيكال ديبندنس مش معاها مزح. بالتالي انه هو الديبندنس او البوتنشال فور ديبندنس از فار مور ذان بنزودايزابين. يصير في عندك ديبندنس الاحتمالية أعلى بكبير بكثير من البنزوديازيبينز. الشغلة الثانية مع الباربيتوريت أنها تعتبر إنزايم إنديوسرز بتحفز إنزيمات الكبد. وبالتالي لما تأخذ دواء ثاني مع الباربيتوريت ممكن أتوقع أن الدواء الثاني مفعوله حيقل، خاصة لو كان دواء هذا إيش يستخدم لعدد أمراض القلب أو السكر أو خلاف. الشغلة الثالثة والجلوبال سيمتومز تبعتها very سيفير. لما الشخص يعلم في الباربيتوريت في الإدمان مش هيقدر يبطل لأنه الويثدرول سيمتومز هتكون حادة جدا، وبالتالي هتروح ترجع تأخذ الباربيتوريت عشان تعالج الويثدرول سيمتومز. الشغلة الرابعة والمهمة جدا إنه في عندي دوز ديبندنت ريسبيراتوري ديبريشن أو دوز ديبندنت سيريبرال ديبريشن. كيف يعني؟ هل عندي لو دوز راينس سنترال نيرفس سيستم ديبريشن؟ هيك بلاقي منحنى تبعها. كيف يعني؟ يعني بجرعات قليلة جدا بلاقيها سيدتيف، جرعات أعلى شوية بلاقيها هيبنوتيك، شوية هاي بصير أنستيزيا وأنستيتيك ومخدر كوما ذن ديث. والديث هاي عادة بيكون سببه ريسبيراتوري ديبريشن، طب مركز التنفس في الدماغ. تمام؟ إذا أشهر أو أكثر خطر عندي سايد إفكت أو اللي هو ويثدرول يعني disadvantage اللي هو dose dependent central nervous system depression. كل ما تزود الجرعة كل ما يصير عندك depression أكثر. بس تتذكروا مرة ماضي منها أن البنزودايزابينز تقريبا تثبتها ماشي عند الهيبنوس، بالتالي أكثر أمانا نوعا ما من الباربيتوريت. في عندي عضو من الباربيتوريت بنسميه ثيوبنتال، هذا الـ duration of action تبعته ثلث ساعة 15 ل 20 دقيقة. وبالتالي لا هو نافع سيدتيف ولا هو نافع هيبنوتيك ولا هو نافع كمان ايش؟ انكزيوليتيك. فبالتالي بنستخدمه كـ IV انستيزيا. IV انستيزيا في التخدير الوريدي حنشوفه عندما ناخذ اللي هو جنرال انستيزيا. ليش بياكل هذا النحل؟ ليش بياكل هذا النحل؟ ليش بياكل هذا النحل؟ ليش بياكل هذا النحل؟ ليش بياكل بشكل عام بلاقيها بترتبط مع الجابا ريسبتور اللي ارتبط معاه من قبل هيك البنزودايزابين، لكن بيرتبطش مع المكان البنزودايزابين بيرتبط في مكان ثاني. لما يرتبط في الجابا ريسبتور حيزيد الاوبن تايم، حيدخل الكلورايد، حيصير في هايبر بولاريزيشن. تمام؟ كمان عمليه ثانيه بيثبط الجلوتاميت ريسبتور، حيكون الجلوتاميت اكزايتاتور. يعني زودنا من الانهبيتوري جابا ترانسميشن، قللنا من الجلوتاميت اللي هي اكزايتاتوري ترانسميشن. المحصلة هي ايش؟ زدت المثبط وقللت المحفز، بالتالي بصير في عندنا سنتر نيرفس سيستم ديبريشن. في بعض الاحيان لما نستخدم اللي هو الثيوبنتال كانستيزيا، انستيزيا ما ليش ساعدتها في الجابا ولا في الجلوتاميت، اللي علاقه في الصوديوم تشانلز قنوات الصوديوم. فاكرين احنا قلنا لما الصوديوم يفتح ويدخل بصير في عندنا ديبولاريزيشن واكشن بوتنشال. بنلاحظ ان الانستاتيك كونسنتريشن تبعت الباربيتوريت بنلاقيها بتعمل تثبيط للصوديوم تشانلز. كل الاليات هذه محصلتها انه احنا بنزيد من عمليه التثبيط، يعني بقلل من اللي هو انتقال الاشاره العصبيه. تقسيمها زي ما انتم شايفين، في عندي لونج اكتنج الفينوباربيتال لكن قديش؟ يومين، لا قولنا 3 ايام. في عندي شورت اكتنج 8 hours. تمام؟ لكن هل في عندي الترا شورت؟ ما
ناخذها قد ايش؟ شو؟ عندي رم انا في عندي فلتر شورت لو طيب الكان مفعول تبعه بيقعد الجسم تقريبا 20 دقيقة من 15 ل 20 دقيقة. ايش بتعمل؟ لما الواحد ياخذ باربيتيوريت اول شغلة بتعمل ديبريشن اوف ذا سنترال نيرفس سيستم، احنا قلنا دوز ديبندنت يعني سيدتيف هيبنوتيك انستيتيك كوما ديندر. كل ما زادت الجرعة معك كل ما زاد في عنا ان هو التأثير المرتبط بالسنترال نيرفس سيستم. الشغلة الثانية الوفاة تحدث نتيجة ريسبيراتوري ديبريشن. ايش يعني ريسبيراتوري ديبريشن؟ تثبيط مركز الدماء وتأثير مركز الدماء موجود في المدلة الدورية. ايش يعني تثبط مركز التنفس؟ لان المحفز الرئيسي للتنفس اللي هو عباره عن تركيز ثاني اكسيد الكربون في الدم، صح ولا لا؟ لان في عندي ثاني اكسيد الكربون موجود في الدم، كل ما زاد تركيزه كل ما كان في عندي ريسبتورز بنسميها كيمو ريسبتورز في الدم بتروح بتبعت اشاره لمركز التنفس زيد من عمليه التنفس عشان تطرد ثاني اكسيد الكربون. اذا قل ثاني اكسيد الكربون في الدم الاشاره هاي بتبعت لمركز التنفس هدي. ليش؟ لانه ثاني اكسيد الكربون بيلعب دور اساسي في عمليه الاسيد بيس بالانس تبع الدم. ثاني اكسيد الكربون حامضي، اذا زاد بيعملنا ريسبيراتوري اسيدوزز، واذا قل بيعمل ريسبيراتوري الكالوسيس. بعض الاحيان لما الشخص يصير في عنده بانيك اتاك اللي هو نوبة ضعف، مش بيصير في عنده تسرع معدل التنفس، بيقول لك ايش انت تتنفس في ايش؟ جيب كيس وتنفس فيه. ليش؟ لأن نوبة الضعف يصير عندك تسرع معدل التنفس حتطرد ثاني اكسيد الكربون وبالتالي يصير عندك الكالوسيس. لا، تنفس في بيبر باك او كيس ورقي تمام؟ عشان بتطلع ثاني اكسيد الكربون تستنشق ثاني وبالتالي نوعا ما بتحافظ على اللي هو الاسيد بيز بالانس فاكتور. الان لما ناخذ الباربيتوريت الان حتضبط استجابه الدماغ اللي هو مركز التنفس لتركيز ثاني اكسيد الكربون اللي موجود. يبطل يستجيب لثاني اكسيد الكربون اللي موجود. معناته انه بغض النظر عن تركيز ثاني اكسيد الكربون زاد او نقص مركز الدماغ بطل يتجاوب تدريجيا بيصير شوت داون يعني سكر بيطفي، وهذا هو بيكون سبب الوفاه الرئيسي. اسباب الوفاه بشكل عام اللي بتكون ناتجه عن الاوفر دوز تبعت السنترال نيرفس سيستم ديبريسنت هي تثبيط مركز التنفس. اي دواء بنقول عنه سنترال نيرفس سيستم ديبريسنت، كحول، بنزوديازيبين، باربيتوريت تمام، المورفين، الترامادول، الجماعه هذول كلهم بما انها مرتبطه للسنترال نيرفس سيستم وبالتالي سبب الوفاه بيكون ايش؟ ريسبيراتوري سنتر ديبريشن. ريسبيراتوري سنتر ديبريشن. الاكشن التالي تبعها بتعمل انزايم اندكشن. انزايم اندكشن احنا هذا احد الامور المآخذ او العيوب. بتعمل اندكشن للسيتوكروم بي 450 والانزيم هذا مسؤول عن الميتابوليزم لمعظم انواع الادويه. لما اعمل له اندكشن يعني بزيد من الايض تبع الادويه، معناته انه تركيزها في الدم حيقل وبالتالي المفعول تبعها ممكن ينخفض. اذا دواء والله هذا تبع صداع مش مشكله، لكن لما يكون الدواء هذا له مفعول في علاج حاله حرجه زي الدايجوكسين زي المورفرين، لما خدهم مع بعض اللي هو الكونسنتريشن حيقل وبالتالي ممكن يرجع المرض او ممكن يصير في عندنا اتاك عند الشخص. هاي الاكشن ايش بستفيد منه في استخدام؟ اول استخدام الانستيزيا. طبعا مش كلها بتستخدم في الانستيزيا ما عدا مين؟ طيب بالتالي احنا قلنا عن الترا شورت. الترا شورت طبعا هذا حندخل فيه بالتفصيل قدام في الانستيتيك ايجنتس، لكن مبدئيا الثايو بنتال قلنا عنه الترا شورت اكتنج، يعني ممكن انا استخدمه لحاله في حالات الشورت بروسيجرز. يعني يا جماعه بدي اعمله بس عمليه هيك جراحيه ما بتاخذش ربع ساعه، ممكن استخدمه لحاله بحطه في الوريد وعلى طول بفلتر هو رابط اونست. طب العمليه بدها ساعتين ثلاثه، بستخدمه كاندكشن. ايش يعني اندكشن؟ يعني بدخله بخليه يفقد الوعي، بنحطه في الوريد على طول، بنحطه في الوريد مش حيلحق يعد ثلاثة، لأنه مع لف الدم واحدة حيكون دخل الدماغ وصار في عنده فقدان للوعي. لما يفقد الوعي ساعتها بنحط له ايش؟ الفيش ماسك أو غاز التخدير. ممكن تستخدم الباربيتوريت كأنتي كونفلزنت. أنتي كونفلزنت كيف يعني أنتي كونفلزنت؟ مضاد للتشنج. الآن الفينوباربيتال هو اللي مفعوله بيقعد يومين. وبالتالي يستخدم لعلاج some types of epilepsy.
sometimes overuse. على سبيل المثال يستخدم كعلاج طويل الأمد لحالة من الإبريس يسميه تونيك كرونيك. تونيك كرونيك زي إيش عصير؟ شوف واحد لما يصير في عنده تشنجات أنا أخذ الإبريس وتفسيره بالمرة. تشنجات يقع على الأرض زي يصير في عنده تشنجات. تونيك معناه إيش؟ شد تيبس. كلونيك اللي هو إيش؟ الجيركي موفمنت يعني يصير في عنده اللي هو الاهتزازات العقلية. في الأطفال مش بيصير حاجين بالتفصيل في الإبليبس. ليش تدخلوا في أنواع السيجرز؟ كيف؟ خلل زيادة في اللي هو التوصيل العصبي في الدماغ زيادة. كتير أدوية ممكن أعطوه حسب الحالة اللي عنده. كل فيها بارامتال ممكن اللي هو التجريتور ممكن اللاموترجين ممكن الفيبوميد في عند حالات كثيرة بتنعطى أدوية وهي كل مواد فعالة. طيب في بعض الأحيان بينعطى فيها بارامتال الأطفال تمام. الأطفال في عندهم ممكن يكون حالة من الإبليبسي بنسميها ستيتس إبليبتيكس. ستيتس إبليبتيكس ستيتس إبليبتيكس العلاج الفيرست تشويس تبعها هو الديازيبام. ما ظبطش يعني في عندنا ريفراكتوري مقاوم ساعتها بنستخدم الفينوبربيتال. ايش هي الستيتس ابليبتيكس؟ بابسط وصف لو بتصير على مسير عدد واحد بتصير فتره زمنيه محدوده دقيقه تنتين بالكثير وبعدين بيرجع حال الشخص بصحصح ايش كانه صار شيء تمام. الستيتس ابليبتيكس الشخص بصير في عنده او الطفل نوبه صرع بيدخل في ثانية في ثالثة في رابعة بدون ما يستعيد وعيه. الحالة هذه عندي لازم إنه أنا أتدخل طوارئ أعطيه دواء آي في. لازم أعطي الديازيبام آي في أو الفينوباربيتال آي في لازم عشان إيش تنحل المشكلة عنده. عشان نمنع الدواء الستيتس إبليبتيكس ترجع تاني بعطيه الفينيتور. سمعت عن الفينيتورين؟ دواء بصلي فينيتورين فينيتورين والفوسفينال بعطيه له إياه عشان أمنع الستيتس إبليبتيكس يجي. لكن وقت ما تصير عندي الستيتس ابليبتيكس لازم اعطيله يا ديازيبام اي في او الفينوباربيتال اي في غير هيك ما بنحلش ضلوا داخل في نوبه ورا نوبه ورا نوبه بدون يستعيد الوعي بشكل اساسي. استخدام الثلاث هاي المجموعه والاقل استخداما سيدتك انتي بوتكس قلنا لا تستخدم بشكل اساسي عشان السايد افكت تبعها طبعا بجرعات قليله تعتبر انكزيوليتيك يعني سيدتك لو زودنا الجرعة شوية ممكن يصير في عندك هيبنوسيس. طبعا زي البنزوديازابينز كنا بنثبت اللي هو ايش؟ ستيج 1 و 3 اند 4 والرابط اي موفمنت وبتخلي المريض في الستيج 2 اللي هو احنا قلنا انه العمى. في بعض الاحيان بنلاقي واحد منهم بنسميه بيوتربيتال الكومبينيشن مع الباراسيتامول مع الكافيين او الاسبرين مع الكافيين ثلاثه مع بعض بيوتربيتال باراسيتامول كافيين بيوتربيتال اسبرين والكافيين. في الحالات هذول بنلاقيه بيستخدم لعلاج المايجرين هيديك. ايش مايجرين هيديك؟ صداع النصف صداع النصف. طيب من ضمن الالبس تبعت البربيتوريت نفس الفكره عندنا دراوزنس اند كونسنتريشن فيزيكال سلاجينش سلاجينش عشان سلاجينش بطء بطء مش قادر يستوعب بطء في الاستيعاب بطء. ليش؟ لانه ديبريسنت ادكشن بوتنشال وهذا برضه اثر سايد افكت عندنا وممكن برضه يصير في عندنا انزايم اندكشن. هذه كلها تعتبر من الاثار الجانبيه تبعت الباربيتوريت. طبعا الباربيتوريت الجرعات اللي بتعمل هيبنوسيس خد بالك ثاني يوم حتعمل هانج اوفر. كيف يعني؟ يعني بتاخذ الباربيتوريت والباربيتال مع حسابك ثاني يوم ما يكونش عندك شغل مأجز. ليش؟ انا مش حنصحصح ثاني يوم. بالتالي اي جرعه بتعمل هيبنوسز يعني حيكون عندي اللي هو ايش؟ الشورت او اللي هو اللونج اكتنج الفتره المغلقه تبعها طبيعي وبالتالي هانج اوفر تبعها بيكون اساسي. ابرابت وذدرول سيمتدرول سيمتومز العكس تماما. يصير في عندك انكزايتي يصير في عندك اللي هو انسومنيا ريستلسنس ممكن يصير في عندك اللي هو كارديك انريست نتيجه تسارع في معدل ضربات القلب. طبعا
قلنا احنا البنزودايزابينز لو واحد اخذ جرعه زياده بنقدر نلحقه ونعطي له انتي دوت. لكن المشكله يعني الجرعه زياده فيش انتي دوت، يعني ما يؤخذ على البارميتوريت انه دوز ديبندنت سنترال نيرف سيستم ديبريشن. اي واحد شاطر له فيش انتي دوت، اخذ جرعه زياده مش في عنده انتي دوت. طيب الجرعه القاتله تقريبا من البارميتوريت او الفينوباربيتال اعتقد اللي هو 4 ملي جرام. ماشي أربعة. أكلنا أكلنا الدكتور الكيمياء إنه بطل الكيمياء. إيش هو بطل؟ مش هو بالصدر اللي فين باب التاني. لو مستعجل مستعجل تأخذها معك وحده. مستعجل أو ما فيش عندك اللي هو الأربعة جرام. إيش مستعجل؟ تروح تأخذها معك. ليش؟ هذا سنتر نيرفس سيستم ديبريسن، هذا سنتر نيرفس سيستم ديبريسن، فبصير في عندي بوتنشيشن اكشن. 4.1 الجرعه تبعتها 0.1 جرام 4 جرام 4 جرام 0.1 جرام 4 جرام تقريبا بكون في عندك 40 حبه من الفينوباربيتال اللي هو جرعه 0.1 جرام. ماشي؟ 0.1 4 جرام. طيب سي بي اس مانجمنت مش مهتم ايش طيب فيش في عندنا انتي دوت؟ فيش انتي دوت، ايش الحل؟ الحل دائما في اي تسمم بماده انه انا اروح ادور على العضو اللي الشوت داون تبعه هو سبب الوفاه. العضو هذا ريسبيراتوري سنتر، لما يصير ديبريشن هام يصير في عند الوفاه. فعلى طول نحطه بالارتفيشال فنتليشن او الارتفيشال سنتليشن، نحطه جهاز التنفس الصناعي. ماشي؟ إذا والله لحقته والدور لسه موجود في القناة الهضمية نعمله غاستريك لافاج غسيل معدة. وبعدين هيك ساعتها بنحاول نعمل ممكن غسيل للدم على سبيل المثال هيموداياليسيس، أو بحاول أسرع من إخراج الفينوباربيتال. الفينوباربيتال هو عبارة عن مادة حامضية. لما أخلي البي اتش تبعت اليورين قاعدة يزيد من إخراج من الجسم. يعني ممكن الأمر يسيطر عليه، يعني الوضع مش قاتل إذا لحقته خليت تحت اللي هو التنفس الصناعي الحديد مثل اللي هو التخلص من المادة الدوائية في جسم الإنسان. في عندنا مسهلات. مسهلات نسميها بيرجيتكس. بيرجيتكس مسهل بيرجينج اللي هو عبارة عن ايش؟ التخلص من المادة. بيرجينج في الصمت في الصمت كوش. غاستريك لافاج أو إميس. تخلص من التوجع. أظهر هيبنوتيك درامس ممكن في أدوية أخرى نستخدمها كأدوية فن. طبعاً الأدوية هاي تعتبر إيش من الجيل الجديد، يعني في الغالب معظم الأدوية هذه لا تحمل أي تأثيرات بالدز أو حتى التوليرانس أو الأدكشن. زولبيديم، زاليبلون، and إيسوبيكلون. هاي الأدوية بيقول عنها نون بنزوديازابين هيبنوتيك. نون بنزوديازابين هيبنوتيك. طب ليش اجيب ست البنزودايزابينز؟ لانه هي بتشتغل على البنزودايزابين ريسبتورز لكن ستراكشرالي ما لهاش علاقه بالبنزودايزابينز. نوت ريليتد للبنزودايزابينز. ترتبط مع البنزودايزابين ريسبتورز اللي هو موجود على الجابا بتزيد الاوبن تايم تبعه بتدخل كلورايد بصير في عندنا هايبر بولاريزيشن. اي تاثيرات ثانيه على الابيليبسي او على المسل ريلاكسيشن ما لهاش علاقه بشكل اساسي. ما لهاش بالدرور سيمتوم. والريباوند انسوميا برضه تعتبر اقل ما يمكن. عشان هيك بنلاقيها افضل ما يتم استخدام الدواء هذا للكرونيك تريتمنت. ايش لها اثار مع الاستخدام المطول. لكن المشكله معاه انه ممكن يصير في عندي نوعا ما شويه ريزيديوال ايفكت. يعني ثاني يوم شويه في عندك نعوسه دراوزنس ممكن وانت نايم هي ادويه منوقه يصير في عندك نوعا ما ارتفاع نسبه اللي هو النايت ميرز او الكوابيس. لا ليش من النوع؟ زالبتين؟ لا فور برولونج تريتمنت. ممكن استخدم فور برولونج تريتمنت عادي. مش مشكلة استخدم البرولونج تريتمنت. طبعا خد بالك الأدوية هذه كلها اللي احنا شفناها اليوم تعتبر من الكنترول سبستانسز. ايش يعني كنترول؟ تصنف ضمن الأدوية المخدرة. تمام؟ لازم تاخذ من المراقبة تبعتها بتكون من
الاستيراد إذا استوردتها أو من مصنع لاستيراد المادة الخام. لا حديث ما توصل. طيب زي بلون زي الزربتين بالراكل لا يكون مثلا في مركزي بتجيب في الاسكان كل مسجل كل مسجل المصنع صار مثلا المصنع 2000 حبه تمام. طيب ايش عرف اللي هو الاداره العامه للصدر صنع 2000 حبه ايش عرف الماده الخام اللي اجت كان في تصنيع 2000 حبه صنعت 2000 حبه وين راحوا وزعتهم على المستودع فلان والثاني والثالث والرابع نروح على المستوى العام وين هم؟ طلع عندي مثلا من المباجة اللي أخذت متحفة طلع عندي 500 طلع عندي 50 عفوا وين 50 التنيات وزعت على الصيدلية فلنية 1 2 3 4 بيجي على الصيدلية انت أخذت 10 حبات شريط أو شريطين وين هم؟ صرفت والله شريط طلع عندي شريط وين الرشد؟ هاي الرشد تمام أمور هيك في السنة. لكن لو لهم اسم طبيب معين يعني بيكرر صرف دواء معين من أكثر من صيدلية لنفس المريض ساعتها في شبهة ماشي مش حالياً ما بكون الطبيب خسر لا مش بصدق يعني ما بكون واحد خسر مرض زي كده تصدق حاجة في واحد كان صادق الطبيب رجع على الطبيب طبعاً البي بي دارب عالم على صدره يعني هنا دوره تفتيش رقابة دوره مش تنفيذي يبرر مكافأة المكافأة هذا اللي بتكمل الشغل طبعاً هذا الكلام اللي بيكون عندك ضبط للمعارك وضبط السيء لكن لو في عدد في أشياء الأخرين فيه وغيرها صحيح؟ طيب الزلبي الزلي بكلوان الزلي بكلوان زي الزلبي لكن يتميز أنه إيش؟ ما فيش في عندي ريزيجوال إيفكت مش عندي ريزيجوال يعني تاني يوم وتصل عندك إنك إيش؟ مصحصح تمام ليش؟ لأنه هذا الهاف لايف تبعه تقريبا ما تعود يعني على طول يرجع للجسم الإنسان ما فيش في عنده مشاكل. إيسو بيكلون زي الزربتين وبرضه تعتبر فعاليته طويلة جدا. الإيسو بيكلون زي ما حكينا زي الزربتين لكن يعتبر إيش؟ for chronic treatment up to six months ماشي؟ لكن برضو بنقول عنه ممكن يعطيك هو residual effect زي اللي هو إن هذول الثلاثة تقريبا شبيهين ببعض واحد شوي مختلف طريقة العمل مختلفة نسميه رامل تيوب ملوش دعوة بالجامر ريسبتورز والبنزوديازيبينز هذا بنلاقيه بيرتبط مع ما يسمى ميلاتونين ريسبتورز سبتايبز 1 و 2 ميلاتونين ريسبتورز ايش الميلاتونين؟ ميلاتونين العتمة ايش بيسوي؟ بيساعد على انك تدخل في النوم بيساعدك انك تنام عشان هيك ما بننصح ان الواحد في الليل يضل ضوء الضواو او السحارة او الناس هاي ليش؟ لانه بتضعف شوية من افراز الميلاتونين عشان هيك نقول احنا الناس اللي تنتقل من منطقة زمنية الى منطقة اخرى مختلفة في الليل والنهار يصير عن اضطراب في افراز افراز الميلاتونين عبارة عن دواء بيأخذ للناس اللي مش قادرة تنام لكن بس ينام بضلوا صايم 6-7 ساعات 7 ساعات مش 10-12 ساعة فإذا بنقول هو الروميتيون انديكيتد دميل للناس اللي مش قادرة تنام يعني في عنده مشكلة إنه ينام وبالتالي يعتبر سليب انديوسر
من مميزاته ما فيش في عدل هو تولرنس ديبندنس ولا انسوميا ولا ابيوز وتركه يستخدم لفتره زمنيه طويله. بس من السايد افكت تبعته ممكن يزود برولاكتين ليفلز برولاكتين ليفلز. هذه المقارنه ما بين النون بنز والديازابينز من ناحيه ديوريشن اند اونست تقريبا كلها تبدأ مجهول بعد نص ساعه لكن الديوريشن تختلف. الروميتيون 7 ساعات والزولوديم يقعد على 5 ساعات. الزولوديم قلنا 3 ساعات فتره مفعول عشان هيك فيش له اللي هو هاند اوفر بصير يشتري فيش هاند اوفر. فكرة كيف؟ فكرة أنا كل ما زاد مفعول الدواء يعني نحن في عندي الريزيدوال إيفكت تاني يوم لكن كل ما قصر ما فيش في عنا التأثيرات تاني. الأنتي هيستامين نقاط الحساسية خاصة الجيل الأول أنتي هيستامين عندي فيرست جنريشن وسكند جنريشن أشهر الأدوية هذه اللي تعمل سيديشن لايكين هايدرامين هيدروكسيزين أندوكسيلامين البرو ميثازين هذا تاخذ من انترمسكولر اعمل ثلاث ايام تقعد نايم ماشي. هذا هي الانتي هيستامينز. اذا الانتي هيستامينز اضافه الى مفعولها الاساسي تغلق مستقبلات الهيستامين الى انها مفعولات او انها مفعول اخر ممكن تعمل سيديشن وتقدر تستخدمها فور مايلد انسوميا. طبعا هذه تنباع اوفر ذا كاونتر يعني فيش فيها توليرنس مش فيها ابيوز بوتنشال لكن خد بالك انه الانتي هيستامينز هذه هاف انتي ماسكرينج سايد افكت. ايش هم الانتي ماسكرينج سايد افكت؟ دراي ماوث كونستبيشن ريتيشن ماشي لو الانتي كولينرجيك سايد افكت. اخر مجموعه عندي بالانتي ديبريسنت. انتي ديبريسنت زي ما قلنا الانتي ديبريسنت قبل شوي ممكن تستخدم كانكزيوليتك برضه ممكن الانتي ديبريسنت هي تستخدم كسيداتيف بالاخص ايش؟ زي ما حنشوف احنا المحاضره القادمه ان شاء الله كمان شوية منير. أنتي ديبريسنت. أنتي ديبريسنت. في منها سبيسيفيك زي السكند جينيريشن وفي منها مو سبيسيفيك الفيرست جينيريشن. الفيرست جينيريشن هذا إضافة لأنه يزيل الأول ديبريشن لكن بنلاحظ إنه إغلاق مستقبلات أخرى مستقبلات الأسيتايلكولين للمسكارينيك ريسبتور وبيعمل عليه سيديشن وأيضا أنتي مسكارينيك سايد إفكت. إذا من ضمن الأنتي ديبريسنت في عنا المرتازبين إله سيداتيف بروبرتيز. سيداتيف بروبرتيز وبرضه إله أنتي هيستامينيك إيفكت وبرضه إله أنتي كولينرجيك سايد إيفكت. يعني هذه التأثيرات غير التأثير الأساسي اللي هو فور ديبريشن. يعني ممكن تستخدم أوف ذا ليبل أوف ذا ليبل يعني استخدام جانبي لعلاج اللي هو مايلد كيسز أوف إنسومنيا. دوار حالات الأرق الطفيفة.